زكريا المرض شخصوه الأطباء أنه توحد، فكثير حالته صعبة مثل ما شايفين، كونه ما عم يتلقى العلاج الكافي، عبارة عن مهدئات، وهو بده مركز صحي. يعني إذا طلع من البيت ما بيرجع، حتى ما بيجاوب مع الآخرين، يعني إذا تسأليه ابن مين وين ساكن ما بيتواصل مع حدا. فوضع والله كثير محرج وعصبي، تجينا نوبات عصبية يعني بيضرب، حتى مضطرين تم رابطينه بالجنزير. كان وضعه أحسن والله بسوريا، لأنه كان بتلقى العلاج الكافي وكان مأمن له يعني الراحة النفسية، يعني حتى نحن كانت نفسيا مرتاحين وماديا كنا مرتاحين. حاليا عاجزين يعني إنه بنقدم له شو بدنا نقدم له، يعني اعتمد نقلي وقصف، وعلى أثر الشيء اللي صار يعني هو تأزمت حالته، تأزمت أكثر.